السلام عليكم. اليوم حبيت أتكلم لكم على واحد المشروع اللي ما تكلمتش عليه كامل، وهو مشروع سكك حديدية يربط مدينة عنابة ببلدية رمضان جمال على امتداد حوالي 90 كيلومتر. وهذه الخطة تسعى السكك الحديدية والله العظيم غير محيرني، لأنه المشروع هذا يعود إلى أكثر من 20 سنة، وأنا سمعت عليه هذه مدة 20 سنة نسمع عليه، يربط عنابة ب رمضان جمال في ولاية سكيكدا. والمشكل هو المشكل هو مع الشريك الإسباني، شركة إسبانية كما قال لك إسبانيول، وما داروا فينا، كان عطاوها للصينيين ولا داروها لشركات وطنية كان راه اكتمل المشروع هذا. وهنا نشوف الآن هنا في تاريخ 13/9/2021، يعني عندها اليوم يجي الدولة الجزائرية تحبس الشريك الإسباني هذا أوشال هذا وبراسكون هوارتي لاين وشال هذا ات اسكلو دي طرافو دو فيروفيا دو لا لين عنابة رمضان جامع. إذا الدولة تقرر إبعاد الشركة الإسبانية اللي راهي خدات المشروع في 2007، راهي 13 سنة من خدات المشروع هذا. إذا تعاود الدولة تعاود تاخد على عاتق الشركات الوطنية تاخذ باش لإتمام المشروع اللي بقى منه 77 كيلومتر. هنا إذن المشروع هذا راح يتمد إلى تلت شركات وطنية، تروا زونتربريز بيبليك ألجيريان، اللي راح تاخذ على عاتقها هذا المشروع. ونروح نشوف بعض الصور في المشروع هذا. هنا مثلا نشوف هنايا الاشغال نتاع المشروع هذا، نشوف هنا كذلك اشغال نتاع تابعة للمشروع هذا، وهذه الاشغال راهي في 2017. لاحظ هنايا 2017، تعود الى 2017. اذن هذه هي وانا اشغال تاع النافق في المشروع هذا، غادي اشغال في 2016. اذن هذا هو، وهنا الصور تاع الانطلاق. هنا بعد الصور في 2016. المشروع بدأ في 2007، يعني قديم، لكن الاشغال متعطلة، وهذا السبب هو خلاف ما بين الشركة الإسبانية و السلطات، الشركة الجزائرية اللي كانت تتابع أو الوزارة اللي كانت تتابع الأشغال تاع الأشغال العمومية. إذن هذا هو المشكل الكبير اللي راه مطروح في هذا ال ونشوف كذلك، يعني قبل في 2017 الشركة هذه طالب بتعويضات مالية، هذه عن مدة تقريب 3 سنوات. الشركة هذه الإسبانية تطالب السلطات الجزائرية ولا الوزارة نتاع الأشغال العمومية ب 140 مليون أورو كتعويضات. إذن الأمر راه هذه الريكلاماسيون تاع الشركة الإسبانية تعود إلى 2019، وتطالب ب 140 مليون أورو، يعني شيء رهيب. وهنا نشوف باللي الخط هذا نتاع رمضان جمال عنابة
يمتد على حوالي 95 كيلومتر، هذا هو طول نتاع الخط هذا. وهو في الحقيقة الخط موجود، لكن الأشغال تعود إلى دي دوبلومون، ازدواجية الطريق وتحسين المسار نتاع الطريق هذا نتاع السكك الحديدية. إذن الجديد في هذا المشروع هو إبعاد الشركة الإسبانية، حل المشكل نتاع مع الشركة الإسبانية، وتكليف 3 شركات وطنية بإتمام الأشغال نتاع المشروع هذا. والآن نروح نشوف الخط هذا اللي يربط عنابة ببلدية رمضان جمال على في خريطة جوجل، نشوف وين متواجد الخط هذا. إذن نروح نشوف المنطقة هذه، وكذلك باش نعرف التضاريس نتاع المنطقة اللي هي تشكل يعني في قضية التراساج نتاع السكك الحديدية، تشكل يعني تحدي كبير. إذن هذه هي بلدية رمضان جمال هنا، ونشوفوا أن المنطقة هذه إذن و مدينة عنابة هنايا. إذن نروح نشوفوا المنطقة، وهنا رانا هنايا في بلدية رمضان جمال، هذه هي هنا، وهنا نشوفوا منطقة جبلية، وعندنا البعد هذا ما بين هنا المكان هذا وعنابة حوالي 84 كيلومتر، هنايا 84 كيلومتر كخط مستقيم، يعني افور دوازو. وهو في الحقيقة فيه الخط هذا فيه 96 كيلومتر، وراح يربط مدينة عنابة بمنطقة الميلية والقل وسكيكدا، يعني هذا خط شمالي. وكذلك يربط 2 مينائين مهمين كتار في الكبار في الجزائر، هو ميناء سكيكدا وميناء عنابة. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.